من أول ما بدأت حملة سقيا الماء من مؤسسة نبض الحياة وهي بتلف من محافظة لمحافظة ومن قرية لقرية علشان توفر المية النظيفة لكل محتاج، سواء عن طريق تركيب وصلات المية أو حفر آبار التخزين أو حفر الآبار الارتوازية أو عمل محطات تحلية للمية. وصلات المية اللي وصل عددها ل 2500 وصلة موزعة كالتالي: محافظة الفيوم 1000 وصلة مية، محافظة المنيا 500 وصلة مية، محافظة أسوان 150 وصلة مية، بالإضافة لخط إمداد مياه رئيسي بطول حوالي 1000 متر، محافظة الغربية 200 وصلة مية، محافظة قنا 200 وصلة مية، الأقصر 300 وصلة مية، مدينة أطفيح بالجيزة 150 وصلة مية، بالإضافة لخط إمداد مياه رئيسي بطول حوالي 600 متر. أما عدد إجمالي الأبار اللي حفرناها فكان 320 بير، منها 240 بير تخزين في محافظة مطروح، وعدد 80 بير ارتوازية بعمق أكثر من 55 متر تحت سطح الأرض. أما في الواحات البحرية فعملنا محطة تحلية مية، وما زالت حملة سقيا الماء من نبض الحياة بتواصل جهودها علشان نوصل لكل محتاج مياه نظيفة وآمنة. للتبرع لمؤسسة نبض الحياة اتصل بنا يصلك مندوبنا أينما كنت.